بسم الله الرحمن الرحيم، طبت اوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه شاهد لقطه اولى، هل سنشاهد فرحه اولى؟ هل سنشاهد صرخه اولى؟ اوه على كره، على لقطه، على هدف، الم اقول لكم بانه هدف؟ الله على البدايه، ويكتب الحكايه ويهزف للحال ويدون اسمه بالمنصات. هذه المباراه لكن الفرصه مرت، حذاري 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 من الاخطاء، والصافره تحضر. نعم 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 نعم، ركله جزاء هناك لفريق اولمبيكس. ماذا فعلت يا تركي؟ اي هفوه يا تركي الدخيل، اي فرصه يعود بهدف. فابري امام تركي، فابري يتقدم الى الامام، هدف عوده. نعم هدف اول. الله على الهدف بالجمال، وعلى كره يعيدهم للسنوات القديمه، يعيدهم لذكريات الرايه. دفاع عز الدين، تمريره خطيره في مكان الله، يسجلون هدف اخر في هذه المباراه، هدفنا ليعيدهم. وخطا. ومعها اعزائنا الكرام تنتهي واياكم مجريات الشوط الاول بتقدم فريق التعاون بهدفين مقابل هدف امام فريق الاولمبيكس. معنا واياكم في مجريات الشوط الثاني، لا تذهبوا بعيد. شكرا للاعلامي علي مكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود اليكم الى استكمال مجريات الشوط الثاني في مباراه اليوم. حريصي حريصي، كره القائم يرفض هدف. نعم اذا سن هدف سيكون انت. حريصي يتلاعب، حريصي ما شاء الله، لقطه هدف العوده مرات اخرى. بالقدم اليسرى تمريرة لعزيز، كرة عودة عبد الله مرة أخرى يسجل. هذا إحساس كرة القدم، كرة ذكية لكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. ومعها أعزائنا الكرام تنتهي وإياكم مجريات مباراة اليوم بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين. شكرا لفريق التعاون، شكرا لفريق اولمبيكس. على جائزة رجل المباراة في مباراة اليوم اللاعب عبد العزيز حريصي من فريق اولمبيكس.